أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa pada malam Jumaat ini yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kita pada malam Jumaat ini dan juga berkatkan kita pada bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan kita membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kehidupan kita, ampunkan dosa-dosa kita, terima semua amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga merahmati kehidupan kita, merahmati ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kedua orang tua kita Dan juga guru-guru kita Dan menyelamatkan kita Dari segala macam uh, bahaya Segala macam penyakit Dan menyelamatkan kita uh, Dari seksaan kubur Dan matikan kita dalam keadaan Husnul khatimah insyaAllah Wa'ala manna wa aslafuna salih Wa'ala manna wa syaykhuna wa murabbina سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم من حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر امنا بالله واليوم الاخر تبنا الى الله باطنا وظاهر امنا بالله واليوم الاخر تبنا الى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامع الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامع الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام، 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر الموذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر الموذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر الموذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 <سؤال> <سؤال> لا اله الا الله 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 لا اله لا اله <سؤال> الا الله لا اله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم من جل وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله عمر بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة <applause> الفاتحة إلى روح سرنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعال وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضعف حسناتهم ويحفظ الله بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفيه إنما كانوا وحل أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين واياك نشكر المستكبر. الفاتحة إلى <سؤال> أرواح كافات عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين ووحيدهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم. ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولى عليهم خيارهم ويصرف عنهم شررهم ويكفنا واياهم شر الفتن والمعن والمؤذين والمعتدين من قريب او بعيد ويرخي اسعارهم ويغزر امطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى وحراض عنا في خير ولطف وعافيه Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Na'ud billahi minash alamin arrahman arrahim maliki yawmid Mari sama-sama kita angkat tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا كنا يا عالم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيًا عن أمته، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع. والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiah Dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sama-sama kita berdoa ah, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhan ya Allah berkatkan kami di bulan rajab dan dan sya'ban dan sampaikan kami ke bulan ramadhan amin Allahumma amin hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita akan sambung pengajian kita dalam kitab nasihat agama yang mana kita akan membicarakan berkenaan tentang menjaga telinga. Selepas selesai kita daripada bab minggu lalu menjaga memelihara mata, maka kita akan membicarakan pula tentang memelihara telinga. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim diperjelaskan oleh Sayyidul Imam Al Habib Abdullah Sheikhul Islam Qutbud Da' wal Irsyad wa Ghausul 'Ibad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad Beliau memperjelaskan telinga juga merupakan salah satu nikmat Allah yang terbesar dan ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya agar ia boleh mendengar kalamullah agar ia boleh mendengar kalamullah ya boleh mendengar apa kalam Allah taala kalam berarti apa percakapan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala berarti apa dia boleh mendengar apa kalam Allah taala yaitu apabila orang membaca al-Quran maka ia dapat mendengarkan pembicaraan tersebut ya ia dapat ia dapat apa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bicara nabinya bicara nabinya di sini adalah apa adalah hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita mendengar orang membaca hadis tersebut serta bicara para ulama dan hukama para ulama adalah orang-orang alim alim adalah singularnya ya mufradnya al ulama adalah pluralnya jamaknya para jemaah sekalian ya dan hukama hukama adalah orang-orang yang orang-orang yang mengetahui tentang hukum orang-orang yang apa orang-orang yang faham tentang hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesemua ini daripada apa Al-Habib Abdullah Haddad jelaskan daripada golongan orang saleh Orang salih pula daripada golongan bagaimana? Daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di sini boleh kita faham adalah apa para jemaah sekalian? Adalah orang-orang yang takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang al-khawf al ilallah mempunyai perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak dari semua itu, kata Habib Abdullah Haddad, ia akan memperolehi berbagai-bagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diridai Tuhan serta memelihara cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhiratnya. Memang sah betul. Apabila kita dapat memelihara telinga kita daripada mendengar-mendengar perkara-perkara yang tak baik dan kita jaga tiri telinga kita hanya untuk mendengar kalamullah hanya untuk mendengar kalamun nabi iaitu al-Quran dan hadis-hadis nabi bacaan al-Quran dan bacaan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada pembicaraannya para alim ulama pembicaraannya para alim ulama ialah apa ya Ia seperti berkata para fuqaha ulama-ulama ahli fiqh ya seperti pembicaraannya Imam Nawawi rahimallahu taala pembicaraannya Imam uh, Ibn Ibnu Hajar Al Asqalani rahimallahu taala seperti pembicaraannya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimallahu taala ya Jalaluddin Al-Mahalli pembicaraannya Sayyidina al Imam Ali Khatib Syarbini ya, uh, Pembicaraan uh, Sayyidina Imam Ibn Sirin Pembicaraan Imam Ramli Pembicaraan banyak lagi lah nama-nama uh, Para uh, para apa para alim ulama' ya, Imam Muslim dan so, Imam Bukhari ya, Ulama'-ulama' ahli hadis juga Juga seperti apa? Ulama'-ulama' ahli tafsir ya, Seperti Imam Asawi, Imam Ahmad Asawi al masri rahimahullah taala, Imam Fakhrul Razi ya, apa nama tafsir Fakhrul Razi, Imam Sayyid Qutb iaitu tafsir Sayyid Qutb ya, dan sebagainya. Ya, maka bila kita dapat memperoleh kita dapat memelihara telinga kita hanya untuk mendengarkan perkara-perkara demikian maka kita pun akan menempuh perjalanan yang diridai oleh Allah taala serta Allah taala apa memelihara hidup kita ya dan akan membantu kita dalam urusan akhirat kita jadi kita dah tak payah pening-pening kepala para jemaah sekalian sebab Allah lah yang membantu kita dan jika ia menggunakan telinga itu untuk mendengar apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah taala seperti mendengar percakapan yang dusta. Ya, dengar orang cakap bohong. Ha, ya. Mendengarkan orang cakap bohong dan dia pun percaya, lagi 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 susah para jemaah sekalian. Padahal itu 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 sudah dusta. Fitnah sudah haram. Ya. Dan juga suka mendengar tentang apa? Umpat-mengumpat, ah ha, orang mencerita hal orang lain. Ah ha, itu dia dan caci mencaci ha, dan dari segala bicara yang kotor-kotor ha, tu dia kan ada sebahagian orang itu kalau dia kalau dia bercakap sikit-sikit dia maki sikit-sikit dia maki sikit-sikit dia maki ya dan kalau tak ada apa-apa pun dia akan dia akan bercakap tentang perkara-perkara yang kotor sampai boleh orang itu terbayang-bayang dan akhirnya orang itu pun apa terjerumus dalam hawa nafsu hadza haram ini tidak di ini ini tidak diajarkan di dalam agama Islam ya tidak diajarkan di dalam agama Islam kita nak bergurau boleh para jemaah sekalian no problem boleh bergurau tak ada salahnya pun kalau kita nak bergurau tu tak ada salahnya pun para jemaah sekalian tetapi cara bergurau kita tu perlu uh, perlu perlu teliti perlu faham betul-betul bagaimanakah cara bergurau yang di yang di apa yang digalakkan dalam agama Islam dan di, dan diperjelaskan juga maka ia sebenarnya telah apa orang-orang yang menggunakan pendengaran telinganya itu kepada pendengaran-pendengaran yang maksiat maka sesungguhnya berkata Habib Abdul Haddad orang itu telah mengkufuri nikmat pemberian telinga itu dan tidak mensyukuri Tuhan atas kurnia yang besar itu berarti apa orang itu kufur nikmat Kufur nikmat bagaimana para jemaah sekalian? Ya, orang itu tidak tahu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu merasakan nikmatnya, lazatnya, baiknya, bagusnya. Dengan kita dapat telinga ini kita boleh mendengar pembicaraan orang apa? Kita boleh mendengar apa? Uh, dengan pendengaran yang baik tetapi ia menggunakan telinga itu dengan menggunakan pendengaran-pendengaran yang haram dan dia telah menggunakan telinga itu pada tempat yang salah. Ha, berkata Syekhul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali ataupun Imam Al-Ghazali rahimallahu taala memperjelaskan jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menimpa si pembicara semata-mata. Tidak si pendengar sebab si pendengar itu berkongsi dengan si pembicara tadi dalam mencaci dan mengata nista orang dan ia sama saja. Maksudnya ni apa para jemaah sekalian? Ya. Imam Ghazali memperingatkan kepada kita, jangan hanya kita kira orang yang melihat dan orang yang bercakap saja yang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak. Sebenarnya apa? Orang yang mendengar juga akan ditagih oleh Allah Ta'ala akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kita berhati-hati para jemaah sekalian Allah kasih kita telinga maka jaga telinga kita Allah kasih kita mata jaga mata kita ya. Ha, nanti bila kita masuk pula bab tentang bab lidah Allah kasih kita lidah, maka kita perlu jaga lidah kita. Allah kasih kita tangan, perlu kita jaga tangan kita. Allah kasih kita kaki, perlu kita jaga kaki kita. Allah kasih kita perut, pun perlu kita jaga perut kita. Ha, ya. Allah kasih kita apa? Hati pun perlu jaga hati kita. Allah kasih kita kemaluan pun perlu kita jaga kemaluan kita. Ya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperjelaskan apa? kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an setiap kamu akan ditanya dan setiap kamu akan ditanya akan diminta pertanggungjawab apa kullukum ra'in ya ha, bukan kullukum mas'ul tak kullukum ra'in kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kamu itu pemimpin ya ha? wa kullukum mas'ulun an dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinan kamu ah ha, tu dia para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita ini dapat memimpin anggota tubuh badan kita ini pemberian Allah Taala ini dengan sebaik-baik mungkin. Kelak apabila kita dipanggil oleh Allah Taala, apabila kita wafat mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin ya Allah, amin ya Allah. Dan Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad memperjelaskan sebagaimana si pendengar kepada yang baik itu berkongsi pahala de dengan si pembaca, maka si pendengar kepada yang buruk juga berkongsi dosanya. Ah, ha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah taala, mudah-mudahan Allah Allah kurniakan kita telinga mudah-mudahan kita dapat menggunakan telinga kita dengan baik. Allah mengurniakan kita nikmat mudah-mudahan nikmat ini dapat kita jaga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya masukkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah taala yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan bacaan Maulid Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam, ingin saya maklumkan kepada para jemaah sekalian bahawasanya insya-Allah besok ya, besok kita akan mengadakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh yang demikian, besok insya-Allah jam 8 malam kita akan mulakan majlis dan kita ada mengundang pensyarah undangan kita sahabat saya ada Ad ya ilallah iaitu Ustaz Sofian Yadi ya pimpinan Majlis Darul Mujtaba insya-Allah dan apabila setelah, setelah, selesai dari bacaan maulid beliau akan menyampaikan tausiahnya insya-Allah ya maka sama-samalah kita uh, mengikuti majlis tersebut ya, secara online kita masih belum lagi dapat untuk melaksanakan di masjid ataupun di rumah saya ya tapi kita mengadakan majlis semua secara online saja para jemaah sekalian ha, kita nantikanlah sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit COVID-19 ini dan mudah-mudahan kita dapat kembali mengadakan majlis di masjid insya-Allah dan kita dapat kembali mengadakan majlis di rumah saya ini insya-Allah amin Allahumma amin الفاتحة أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ والصلح جاسر والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيرنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا في مذلات ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواه والقراءته في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Para jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita niatkan membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat yang pertama daripada bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan niat kita dengan niat para salaf yaitu para ulama-ulama para uh, para guru-guru kita, para orang-orang tua kita, para syiban kita yang terdahulu dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama mereka dan di, dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'alamma wa aslafuna salih wa 'alamma anna sahibul uh, wa 'alamma uh, sahibul maulid al muhaddith سيد الامام المحدث عبد الرحمن الدباعي رحمه الله تعالى وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجائنا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي أسكن جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي ورزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانه السالب عالم الكائن الكبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا اله الا الله حكيم اظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعدودا وعروقا وَنَعْمًا وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب مما ان دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا اله الا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمي والمواهب ينزل في كل ليله ينزل في كل ليله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبنا إلا الله هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد بالدموع السواكب والقوم بين نادب وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب اليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب ويعودون وقد بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو خائب لا إلا الله فسبحانه تعالى أن وسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله قيل هو ادم عليه السلام قال ادم به انيله على المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الاهل والاقارب قيل هو ابراهيم عليه السلام قال ابراهيم به تقوم حجته على عباد الاصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى اخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاتب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوه ونبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الحبيب الكريم الذي البسته حله الوقار وتوجهت بتيجان المهابه والافتخار ونشرت على راسه العصائب وقال هو نبي استخرت من اللؤي بن غالب يموت ابوه وامه ويكفل جده ثم عمه الشفيق ابو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله، يبعث من بين يدي القيامه في ظهري علامه تزله الغمامه وتطيع السهائب فجري الجمين فجري ليلي الذوائب الفي الانف ميمي الفم نوني الحاجب. سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبله يوم البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والموائم والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأشجار وحن إليه جذع حنينا حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطالع والمشارب قلبه لا يقبل ولا ينام ولكن للخدمه على الدوام مراكب ان أوذي يعفو ولا يعاقب ان خصما يصمد ولا يجاوب ارفعه الى اشرف المراتب في ركبه لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موجب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى عن الكونين وانفصل عن العالمين وواصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاتب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم ارده من العرش قبل ان يبرد الفرش وقرنا لا جميع المارب فاذا شرفت تربة طيبه منه باشرف الغالب سعت اليه ارواه المحبين على الاقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هدا حديث الرا باسم الحبائب وحز السكر أعطاف الركائب ألم ترها وقد وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحبا طربا وحنت إلى تلك المعالم والملائب فدع جذب الذمام ولا تسقها فقائد شوقها للعيق جاذب فهم طربا كما هم كما همت وإلا فإنك في طريق الهب كاذب أما هذا العقيق بدا وهذه جباب الحي لا حتم والمضارب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب وقد صح وقد الرضا ودن التلاقي وقد وقد جاء الهنا من كل جانب فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملي بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غائب نبي الله نبي الله خير الخلق جمعا له اعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب فلو انا سعينا كل عين على الاحداق الى فوق النجائب ولو انا عملنا كل يوم لاحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاه ما بدا نور الكواكب تام الْأَهْلَ والاصحاب تراء جميعهم وعطرته الاطيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم باشرف المناصب والبراتب احمده على ما منح من المواهب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الرب ورب له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائل قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله احمد احمد بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفته بإراد حديثين ورد في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سبيعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي الله صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الحديث الاول عن بحر العلم الدافئ ولسان القران الناطق اوحد العلماء ان سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الجليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجنا الله من بين أبويا وهما لم يلتقيا على صفاه قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الحديث الثاني ان عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار قال علمني ابي التوراة الا صفرا واعدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات ابي فتحته فاذا فيه نبي يخرج اخر الزمان مولده بمكه وهجرته بالمدينه وسلطانه بالشام. يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شدة على كل شر على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوف في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم يا الله وثلث ياتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث ياتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكه اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجرناهم اسرفوا على انفسهم وجرنا اعمالهم من الذنوب كامثال الجبال غير انهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب به أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العنقود وخلاصة إكسير سر الوجود ما قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما اويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنه بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عراصي معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في السماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل عليه السلام يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهان والبشارات فإن النور المصون وسر المكنون الذي أوجرته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا املأ بالكون نورا واكفله يتيما واطهره واهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فاحتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبه ووقارا وامتلات السماوات انوارا وضجت الملائكه تهليلا وتمجيدا واستغفار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولم تزل الأم تري أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضع الحبيب وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون احتجاجا بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون انصروا وسرور ونقر تجدر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فقربوا يا هلال المثاني فهذا دار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشر بسعد مستمر ليس ينفد حيث يا الفخر المؤبر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل اياه نور الاعداء اذهبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب ala yi ka sọnà wa tó. مرأبا مرأبا يا نور عيني مرأبا مرأبا جد الحسين مرأبا مرأبا يا نور عيني مرأبا مرأبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله اهلا مرحبا بك انا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرآبا ما جد العسين مرآبا وابي يا إلهي مرآبا جود وابلغ كل مقصد مرآبا ما رآبا يا نور عيني مرآبا ما رآبا جد الحسين مرآبا واهدينا نهجا سبيله مرآباً كاي به نصعد ونرشد مرحبا ما رآبا يا نور عيني مرآبا ما بن جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله يا ربي يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله واياكم ممن يستوجبون شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته اللهم بحرمه هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قَدْرَ الصنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بباء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عليه الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعه وفضلها اللهم ارحمنا اذا سرنا من اصحاب القبور اللهم ارحمنا اذا سرنا من اصحاب القبور اللهم ارحمنا اذا سرنا من اصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لالائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليومك لقائك بنا الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين واذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير اجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين، اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شربة هنيئة مريئة لا نضمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العنزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يا الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim hadirin hadirat yang dirahmati Allah alhamdulillah selesai kita sudah daripada Majlis bacaan dratib al hadad dan juga mempelajari kitab nasihat agama wasiat iman yang disusun oleh al habib abdullah hadad sendiri dan juga selesai kita daripada bacaan maulid Imam Abdul Rahman Adibai ataupun dikenali dengan maulid Adibai. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam Jumaat kita pada malam Jumaat yang pertama di bulan Rejab dengan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kedua orang tua kita, mengampunkan segenap guru-guru kita dan memelihara mereka dan merahmati mereka baik yang sudah baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati rezeki kita, memberkati rumah tangga kita, memelihara anak-anak kita dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa kurniakan kita, siramkan kita taufik dan hidayahnya, petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan kita ke dalam syurga bersama syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga jannatul firdaus amin Allahumma amin saya akhirkan majlis ini dengan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada para jemaah yang yang mengikuti majlis ini dan insyaallah pada esok malam uh, jam 8 malam insyaallah kita akan mula majlis kita majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah pada jam 9 malam akan kita mendengarkan tausiah daripada guru kita ada ya ilallah al ustaz al mukarram al muhtaram Ustaz Sufian Yadi insya-Allah akan bersama-sama kita dan majlis secara live streaming insya-Allah. Akhir kalam dari saya wabillahi taufik wal hidayah wabirrida wal inayah Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Flying kiss. Alalala.